ضمن المعارضة ضد نظام هقول بشار الأسد. لحضرتك ان كان في حد اسمه مصطفى السباعي، كان ناشط من التيار الوطني في الثلاثينيات، واللي كان التيار الوطني ده بيطالب بتحقيق الاستقلال وانهاء العصر الملكي. مصطفى ده انضم للتنظيم الارهابي وانتقل من هذا التنظيم، عشان تعرفي بس الخطوات كانت بتتعمل ازاي. انتقل من هذا التنظيم الى الشام، الى لبنان في البداية، وصار من علامات الماسونية الكبيرة في الشام وفي لبنان بالتحديد. وإذ فجأة في العام 44 ذهب إلى سوريا، في العام 45 تقلد منصب المراقب العام لتنظيم الإخوان في سوريا، وبدأ تاريخ الإخوان في سوريا منذ هذا العام. مكتب الإرشاد في القاهرة هو المكتب المسؤول عن كل المراقبين العامين في أنحاء العالم. الهيكل البنائي بتاع تنظيم الإخوان هيكل شديد الشبه بالهيكل الماثوني. الهيكل الفكري بتاع الإخوان مبادئه الأساسية قريبة جدا من المبادئ الماسونية. يعني تلاقيه بيتكلم، يعني أهم المبادئ الماسونية إيه يا فندم اللي ممكن نلاقي فكر وتنظيم الإخوان يشبهها إلى درجة كبيرة؟ هتلاقيهم بالظبط الاثنين بيتكلموا على إنه مفيش دول، مفيش حدود دول للوطن، مفيش حدود، في تحت مسمى العاطفة في حاجات اسمها إخاء وإخوة وبشرية مشتركة، اللي هي القيم الجميلة اللي بيتم بيها المتاجرة. مفيش بناء مقدرات حقيقية لدولة قومية. هم بيبتعدوا جدا عن المساحة دي، وبيبقى شغلهم كله على كيفية إذابة هذه الحدود، ويبقى شغلهم كله على طريقة استخدام أدوات لتفجير هذه المجتمعات من الداخل، وعلى كيفية الحد من قدرة هذه المجتمعات على التقدم والنمو، على معاداة أفكار القومية، على معاداة الأفكار الوطنية. علشان كده لازم نقف عند الفترة 2011 2012 2013 ونشوف هم قد إيه كانوا بيحاولوا مسرعين جدا إن هم يهدوا مؤسسات الدولة، إن هم يتمكنوا من مفاصل الدولة، إن هم بالتحديد جيش القوات وشرطة وقضاء. بالضبط القوات دي، يعني بالتحديد الجيش والشرطة، المؤسسات الأمنية الحاملة للدولة، كان لابد من التعامل معها بكل قوة ومحاولة جرجرتها إلى اشتباكات ونزاعات مسلحة. هم مش هدفهم الخير، ولا كانوا بيحملوا الخير لمصر، هم كانوا بيحملوا كل الشر لمصر. المهم ان هو القضاء يا استاذ احمد برضو، يعني لا اعتقد ابدا انه محاصرتهم للمحكمه الدستوريه العليا ما كانش جاي من فراغ، ليه ابعاد وليه فكر معين برضو، فكره انه كان اعود الناس على التطاول على القضاء والمؤسسات القضائيه، كان مرتبط اكتر بفكره تكريس الحكم لمكتب الارشاد وتكريس الحكم لممثل مكتب الارشاد، وان مفيش سلطات تانية هتتنازعهم، انك انت بتسحبي من المجتمع درجة بعد اخرى كل الكيانات وكل المؤسسات كل السلطات التي يمكن ان تتنازع معهم سلطة الحكم، او ان هي توفر بديل واطار يمكن للمواطن من خلاله ان هو يتمتع بحقوقه، بحيث ان هو ما يبقاش عندك غير الانتماء لهذا التنظيم لكي تتمتع بهذه الحقوق وتستطيع ان تمارسي حياتك او تأخذي حقوقك بصورة طبيعية. الفترة الأولانية مش عارف كان عند حضرتك سؤال عايزة تسأليه قبل. هو سؤال بس ليه بعد اجتماعي فهأجله شوية، غيرت طيب. رأيي طيب. لأنه ليه بعد اجتماعي بموضوع الظواهر كده من بره، يعني طيب. احنا ننشر الدين وننشر الإسلام وكذا، فمنين احنا عندنا الفكر الصهيوني ده الجذور دي نقطة مهمة جدا يا فندم عشان الناس اللي بتحكم بالشكل. هقول لحضرتك وبالمظهر. حاضر. ده جاء من السبعينات وربما من اواخر الستينات. لا لا ده من قبل من لحظة تأسيسهم، من لحظة تأسيسهم هم بيشتغلوا الحكم بالظواهر وهم بيشتغلوا على البعد ده. طبعا بس ما كانش في ده يا فندم في الخمسينات واوائل الستينات، ما كانش في حد لما يشوف واحدة غير محجبة يكفرها. لا كان موجود يا فندم طول تاريخهم كان موجود، بس خلي بال حضرتك هم تعرضوا لضربة كبيرة في 54 وتعرضوا لضربة أكبر في 64،
و65، فالتاريخين دول كانوا تاريخين فارقين جدا في الفتره دي. يمكن انما ايه الضربات اللي اتوجهت لهم في 64 و65؟ المحاكمات والحكم بحل التنظيم والحكم والاحكام على اعضاء التنظيم، واعدام الاول الحسن البنا وبعدين اعدام سيد قطب. لماذا لم تمت